وبقيه الخدمات الطبيه الاخرى المرتبطه ببعض الجهات مع الفريق لاحظنا بعد الحادثه بدقائق عوده الطائفين الي اداء شعيره الطواف كيف تعاملتم في رفع الجزء الذي سقط في المطام من الرافعه لتعود الحركه بهذه السرعه اخي العزيز هنا الحقيقه منظومه متكامله من العمل من كافه الجهات تضافرت مع بعض حتى الحمد لله تم ازاله المواقع المتضرره ورجع الوضع كما كان عليه